العملية هذا حركة التبريد انتقال يفيد كثير. تمام. وميكانيكا الانسبكشن الفيبريشن والمن هذا حتى لو واحد يشرح حام كذا بطريقة هاي لا سكي. ليش بتبدأ؟ ها؟ بعد ايش مبدأ؟ في الكت كان نفسه. تمام. بس بالكهوف. موديل انفورميشن. طبعا هذا الموديل الان دخلوا بالإفية. قلنا لهم اشتغلوا. اشتغلوا بالإفية وبدوا رسمنا هذا من جديد بالسوليد وورك. تمام. طبعا شوف يحدد لك السوليد وورك يحدد لك الكتله حقه. اذا حددت له نوع الماده يحدد لك الكتله. تمام. يحدد لك الفوليوم يحدد لك الدنسيتي يحدد لك الويت مباشره من نفسه السوليد الجديد. تمام. وهذا كلها يطلع من نفس يعني او كان ما خبروه منتج وقلده زي بالضبط. تمام. هنا نفيد سوى الماتيريال سبرو بروتيس عشان عملية الدسترين بروتين شير سترين والبلاستيك ماتيرياس والبويسر ريشيو طلعنا بوت 27. طبعا البويسر ريشيو على حسب المادة اللي اخترتها تدخل الجدار وتبدأ تخرجها. بس هذو جين مخزنة غدا داخل البرامج الداتا. انت ممكن تختار المادة وهو يطلعها لك كلها. العملية حلوة يعني ليش تعود عليه. وهنا يطلع لك مثلا اللودس والفيكشرز مع الاحمر اللي ممكن يتحمل له اللود نيم الفورس كذا والفورس والمش انفورميشن يعني كذا الطقس الملحقات مش تايب سوليد مش على سنة 3 ديمنشن والمنشر يوز ستاندرد مش والاوتوماتيك ترانزيشن والانكلود مش اوتو لوبس والجاكوبيان بوينتس هذه كلها يطلع لك من البرنامج من المعلومات. تمام. مش انفورميشن ديتيلز توتال نوتس كم طلعوا 20,000 علشان يدرسوا القطعة 20,000 احنا قلنا توتال ايمنتس كذا ماكسيموم اسبكت ريشيو. ليش ما قلنا جاكوبيان بوينت نفس الريموت تكس انه عامل جاكوبيان هذا معناته عملية رياضية صح؟ طيب الريموت تكس هذا بس الجاكوبيان عندنا عملية رياضية نفس الانفرس كلماتكس يعني بترجع من الزوايا للمحنيات تكون زي طبعا هذا كله داخل البرامج هذا بينان اشغال يعني لما تجي تقرا بس كيف يرسموا كيف تعمل هذا يعني العمليه الرياضيه معقده جدا. يعني لما تجي تدور قطعة بكذا تجلس تحسب معادله صفحتين. انت تجي تدور قسم كذا فما بالك لو عمليه مش ميديا سهولة. فما بالك بالبرامج هذه اللي قضيت تشتغل لك انيميشن يعني بين الرياضيات كلها. ايوه. تمام. فهذا كله هنا يطلع لك الجهاز اذا عرفت تستخدم عليها انت واخترت نوع الماتريال وعملت كل شيء داخله. طبعا هذا مش اللي عملناهم. انت ممكن تعمل نوع مش لهنا ونوع مش لهنا حتى ممكن الجسم لحاله والاسنان اللي تعبوا لي هذا تكترشيه الاسنان. تمام. هذا القاص والبندنج والنظر هنا كله على الاسنان وبالتالي بتختار لها مش معين. هو ليش خلى الموضوع هذا يطلع لك؟ يطلع لك اللي سمتين فورس يعني تسمى اكس كذا والرياكشن مومنتس. طبعا بيطلع لك صور زي كذا. تمام. هذا كنت احصله انا وهذا التغير بالالوان يطلع لك على قد ما شفت مرجع يكتب. ايوه انا قلت لهم يعني طبعا اشتغلوا يعني تقريبا طلع 43 صفحه فقلت لهم خلاص ما باقي الا يعني كان يصبح مشروع بكالوريوس. اوكي. تمام. والكونكوليشن والافيه قد حالت وبكذا يعني احنا مش نعمل حاجه زي كذا بالاضافه الى انه نعمل السي ان سي بس انا ما ادريش السي ان سي لانه ما ادري من ترسل ولا خلاص وبكذا نكون خلصنا مشينا زريع.